رسالة كريمة. بيبليك سيسيس خرج قبل بدرج غضب على ملاعبيته، هذا اللي وصلنا من عند بيبليك سيسيس، أنه بعض المباريات ما يجيش الملاعبية باش يتحيوا البيبليك، وهذه مطالبة من جماهير سيسيس عندها مدة. نجم أنت من باش تعادهم؟ بون ما نعرفش، ما عنديش علم على الحكاية هذه، عندي جهر أنا موجود هوني، بدادر إذا صارت نحاولوا نصلحوها. أقل حاجة يعني نتصور الملاعبية باش تحاولوا البيبليكم في آخر الموقف. باش نلعبوا واش نخدموا باش نفرحوا العباد، هما واقفين معانا كسوا في الديفات ولا في الفيكتوار، احنا لازمنا نحاولوا باش نفرحوهم كل ماتش، نحاولوا نتعبوا خاطر جمهور نادي الاسفيقسي يعرف وقتاش لعبت بالبي او كل يوم رابحين وخارج من نرفس ماتش اسبيرونس متعادلين وبوتيتر خارجين فرحانين اكثر من مش خاطر تعادلنا مع الاسبيرونس، خاطر احنا لعبنا بالبي، خاطر احنا نربحوا الاسبيرونس عادي ولا نخسروا نتعادوا مش مشكله، اما ليتا دي ستري كانت غايبه اليوم والفولونتي كانت غايبه، نادي الرياضي الصفاقسي معناتها الاولاد حاولوا ما نجمناش، معناتها ما نكذبش عليك ما نجمناش، ما عملناش الماتش اللي لازمنا نعملوه، ان شاء الله نعوضوه له. بالنسبه للبيبليك سي سي اس لو كان شفت خرجوا قبل بدرج فما غضب الحقيقه، وصلنا من بيبليك سي سي اس انه في اخر المباريات ما يكونش تتحولوا البيبليك وتبدلوا التحيه. هزم انت باش تقعدوا من المنبر؟ لا ما كنتش كونسونتري برشا مع البيبليك خاطر لي باللعبه، مي جمهورنا انا في بالي يقف معنا للدقيقه 90 دقيقه حتى 94، انا شفت ماتش اسبيرونس الجمهور كان حاضر وصفق علينا. ان شاء الله الجمهور ينسى جوست، انتم بعد كل مباراه تتحولوا له سي في الخساره ولا في الربح يعني. اكيد جمهورنا ذاك وجمهورنا يحبنا ونحن نحبوا جمهورنا، هو اللي دزنا ويعاوننا ونحن لازمنا نفرحوه، دونك دي بقدر تعبين ولي نمشيو للجمهور ان شاء الله.